يعطيكم العافية. God of War Ragnarok هو الجزء المكمل لأحداث الجزء السابق للسلسلة، واللي خذ منعطف كبير عن اللعبة الأصلية، واللي كان واضح فيها رغبة كريتوس بالانتقام من الآلهة وتفريغ غضبه عليهم. وحاليا نشوف عكس ذلك، وأن كريتوس شخص آخر، وبنشوف هذا الجانب من شخصية كريتوس بشكل واضح وأكثر في هذا الجزء من هذه السلسلة. God of War Ragnarok متوفر حصريا على منصة البلاي ستيشن وعلى الجهازين بلاي ستيشن 5 وبلاي ستيشن 4. ومن خلال الفيديو بعرض لكم بعض المقتطفات من الشاشة اللي توضح الفرق بين نسخة البلاي ستيشن 4 والبلاي ستيشن 5. بالنسبة للقصة بعطيكم نبذة بسيطة عنها بدون حرق، لأنها تعتبر واحدة من العوامل الرئيسية لهذه اللعبة. وتتمحور القصة في هذا الجزء حول الراغناروك ومحاولة أتريس لإيقاف هذه الظاهرة، وليثبت لنفسه ولأبوه كريتوس بالأخص أنه هو البطل المنتظر. ونشوف من خلال القصة كيف تتطور العلاقة بين الاثنين، والمحاولات اليائسة من الطرفين لإثبات ما يشعرون به. وأي تفاصيل أكثر في هذا الجانب يعتبر حرق، فبترك لكم القصة تستمتعون فيها وتخوضون هذه التجربة المميزة لنفسكم. بالنسبة للجيم بلاي، تجربة جميلة وخيالية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. أسلوب القتال وتنوع الوحوش والعوالم والمعضلات والألغاز اللي تخوضها تقدم لك اللعبة تجربة ممتعة ومميزة. والحوارات المميزة بين الشخصيات أثناء اللعب تشدك وتجذب أكثر حتى في أدق التفاصيل. But Atreus can handle himself. بتلاحظون يوم تكلمت في البداية عن القصة ما ذكرت أسامي الشخصيات الرئيسية أو الثانوية اللي تلعب دور كبير في القصة، واعتبرتها حرق، وحاب أنكم تخوضون هذه التجربة بنفسكم. تنوع الشخصيات وأهدافهم وكيف يتداخلون مع بعض في قصة اللعبة واحدة من أقوى الخصال تميز هذه اللعبة، ومع مزيج من الألحان اللي تسمعها في لحظات حماسية أو لحظات محزنة. وضيف على هذه الأشياء طريقة اللعب وتنوع العوالم، وبالنسبة لي هذه اللعبة قدمت تجربة متكاملة تستحق التجربة. طبعا أنصح بتجربة الجزء الأول اللي نزل على بلاي ستيشن 4، وموجود حاليا أيضا على الستيم في البي سي، عشان تفهم وتستمتع في القصة. وإذا ما جربت اللعبة من قبل وما ودك تجرب الجزء اللي قبله، تقدر تشوف اختصار للأحداث من خلال اللعبة في هذا الجزء. الحين بخليكم مع بعض اللقطات للأداء على البلاي ستيشن 5 والبلاي ستيشن 4، ونشوف الفرق اللي بينهم، ونجرب بعض الخواص اللي تقدمها اللعبة في كل جهاز. Why we must not abandon your training. We do not know the reach of your abilities. في النهاية God of War Ragnarok ما خيب ظني، وتستحق كل التقييم اللي حصلتها. تقييم للعبة 10 من 10. أتمنى نال إعجابكم الانطباع، ويعطيكم العافية ومع السلامة. What if there was someone who could help us?